مبروك لك 50,000 ريال. الله يبارك فيك يا سامي. تسلم يا حبيبي، شكرا لك، مبروك لك 50,000، مبروك. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ عمران قدام الصوفي. عمران الصوفي، من فين يا عمران؟ من صنعاء. من صنعاء العاصمة، كيفك يا عمران؟ تمام. كم عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة؟ أنت الآن تتصل من تليفونك ولا من تليفون أبوك؟ من تليفون أبي. من تليفون أبوك، طيب لو فزت الجائزة لمن؟ ليا. كيف لك؟ التليفون حق أبوك. يا عمران. آه. وين رحت؟ تعال تعال. وين رحت؟ خلاص الجائزة بابيو. لك. أنت متفق أنت وأبوك أنك تتصل بالبرنامج لو فزت الجائزة لك. آه. كم معك أخوة؟ خمس. خمسة؟ معك خمسة أخوة؟ أيوة. طيب تمام، إن شاء الله يعني تفوز بالجائزة وتعملوا شيء بالمبلغ وإن كان بسيط لك. طيب يا عمران مستعد للسؤال؟ مستعد للسؤال؟ مستعد. أنت تتابعنا؟ أيوة. تتابعنا كل يوم، تتابع البرنامج كل يوم. أيوة أيوة. تعرف كل الأسئلة والإجابات؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أنا شاشوف إنك مركزة ولا؟ بسأل السؤال الرابع. بكم كانت تشتري زوجة بشير العلاج لولدها؟ واحد من عياله مريض، فقالت أنا اشتري له العلاج بكم؟ بأربعة ألف. بأربعة ألف، وتستاهل 50,000 أنت.